بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين ترحب بكم مع أسرة الدراسات الاجتماعية في لقاء جديد معكم أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، ودرس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. ونبتدي درسنا اليوم يا أبطال بالقوانين الصفية، وهي الجلوس جلسة صحيحة، إحضار الأدوات التعليمية كاملة، الاستماع إلى شرح المعلم دون مقاطعة، رفع اليد عند الإجابة أو طلب شيء من المعلم. ثم نأتي إلى القيمة التربوية لدرسنا اليوم، وهي النظافة العامة، حيث جاء في القرآن الكريم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، صدق الله العظيم. ثم جاء في الحديث الشريف عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من هذه القيمة التي حثنا الله عليها ورسوله الكريم؟ أن يجب علينا كمسلمين مؤمنين موحدين بالله أن يكون المرء المؤمن منا نظيف البدن، نظيف الثياب، طاهر القلب، نقيا كاملا. والكمال لله سبحانه وتعالى، كاملا في الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا أبطال نتعرف على التالي من درسنا اليوم. هيا بنا نتعرف على عنوان درسنا اليوم، وهو يا أبطال كالتالي. عنوان درسنا اليوم: خطوط الطول ودوائر العرض وحركة الأرض الجزء الرابع يا أبطال. إذن اليوم سوف نتعلم في درسنا اليوم حركة الأرض. أهداف درسنا اليوم: يتوقع من الطالب نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتعرف الطالب مفهوم الحركة اليومية والسنوية للأرض بشكل صحيح. ثانيا، يستنتج الطالب النتائج المترتبة على حركتي الأرض بشكل سليم. الهدف الأول لدرسنا اليوم، أحسنتم يا أبطال، يتعرف الطالب مفهوم الحركة اليومية والسنوية للأرض بشكل صحيح. هيا بنا لنشاهد يا أبطال الفيديو التالي. ماذا تعلمنا من الفيديو السابق يا أبطال؟ أحسنتم، أولا أن الحركة اليومية للأرض أنها تدور الأرض حول نفسها، أي محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة مرة كل 24 ساعة، كما نرى يا أبطال من الرسم التوضيحي الذي يوضح لدينا الخط العمودي الذي يمر بالكرة الأرضية بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي بدرجة 23.5 شمالا وجنوبا. وهنا يبين لنا محور الأرض وثباته وحالة دوران الأرض. إذن يأتي إلينا السؤال التالي: كم مرة تدور الأرض حول محورها في اليوم؟ أحسنتم يا أبطال، مرة واحدة كل 24 ساعة. ثانيا، الحركة السنوية للأرض.
تدور الأرض حول الشمس في مدار بيضاوي من الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة كل 365 يوما وربع اليوم، عفوا. ويبين لنا الشكل التالي كيفية دوران الأرض حول الشمس، وهي تدور حول الشمس كل 365 يوما وربع اليوم. ويأتي السؤال التالي، كم مرة تدور الأرض حول الشمس؟ أحسنتم يا أبطال، مرة واحدة كل 365 يوما وربع اليوم. ملخص الهدف الأول لدرسنا اليوم يا أبطال، كم مرة تدور الأرض حول محورها في اليوم؟ أحسنتم رائعون، مرة واحدة كل 24 ساعة. كم مرة تدور الأرض حول الشمس؟ لديكم دقيقة يا أبطال للإجابة عليها. بارك الله فيكم يا أبطال الرائعون، مرة واحدة كل 365 يوما وربع اليوم. الغلق البنائي للهدف الأول. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب للشرق يسمى، هل الحركة اليومية، الحركة السنوية، حركة الجاذبية، أم الحركة العكسية؟ ما هي الإجابة يا أبطال الصحيحة؟ أحسنتم، الحركة اليومية هي الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية: تدور الأرض حول الشمس كل 365 يوما وربع اليوم. هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة يا أبطال؟ أمامكم دقيقة للإجابة عليها. أحسنتم، بارك الله فيكم، إجابة صحيحة. السؤال الثالث، ما اسم الجانب المقابل للشمس؟ معكم دقيقة للإجابة على السؤال. أحسنتم، إجابة صحيحة، اسمه النهار. إذا الجانب المقابل للشمس اسمه النهار لأنه مضاء يا أبطال، أما الجانب الذي لا يقابل الشمس يكون مظلما ويسمى ليلا. الهدف الثاني لدرسنا اليوم، يستنتج الطالب النتائج المترتبة على حركتي الأرض بشكل سليم. هيا بنا يا أبطال، للتالي، بما تفسر ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول نفسها محورها يا أبطال؟ لدينا رسم توضيحي يدل على تعاقب الليل والنهار. أولا، الجزء الخاص يتعلق بالنهار، واتضح من خلالها بأن الوجه الذي يقابل الشمس هو نهارا، أما الجزء الآخر الذي لا يقابل الشمس يكون معتما. إذا يترتب يا أبطال على ذلك أن يكون الجزء المقابل للشمس مضيئا فيكون نهارا، أما الجزء الذي لا يقابل الشمس أي الغير مقابل الشمس مظلما فيكون ليلا. إذا لدينا واحد، أن يكون الجزء المقابل للشمس مضيئا فيكون نهارا. اثنان، أن يكون الجزء الغير مقابل للشمس مظلما فيكون ليلا. ينتج يا أبطال عن دوران الشمس ماذا؟ يأتي إليك سؤال مثل هذا في الامتحان، يقول لك يا بطل، بما تفسر ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول الشمس؟ ينتج عن دوران الأرض حول الشمس
تعاقب فصول السنة، لاحظ الشكل التالي وتعرف عليها. إذن من خلال الشكل الذي أمامنا يظهر التالي: أن بداية فصل الشتاء يتكون من 21 ديسمبر إلى 21 مارس، ثم يا أبطال فصل الربيع يبتدي من 21 مارس إلى 21 يونيو، ثم الصيف من 21 يونيو إلى 23 من سبتمبر، ثم الخريف يا أبطال يبتدي من 23 سبتمبر إلى 21 ديسمبر. إذن هذا يدل على تعاقب الفصول الأربعة. لاحظ وأكمل. نستنتج من الشكل السابق أن فصول السنة عددها كم يا أبطال؟ أحسنتم، 4 فصول. تتمثل فصول السنة في فصل الشتاء ثم فصل ماذا يا أبطال؟ لديكم دقيقة للإجابة. ممتاز، الربيع ثم فصل الربيع ثم فصل الصيف ثم فصل ماذا يا أبطال؟ أحسنتم، إجابة رائعة، فصل الخريف. والآن تعالوا معا في جولة نتعرف على الفصول الأربعة. أولا فصل الشتاء. يحل فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي عندما تتعامد الشمس على مدار الجدي في 21 من ديسمبر، ويتميز بالجو البارد وتساقط الأمطار، فيقصر النهار ويطول الليل. الربيع. يحل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي عندما تتعامد الشمس على دائرة الاستواء في 21 من مارس، فيتساوى طول الليل والنهار، ويتميز باعتدال الجو وإظهار الأشجار كما نرى أمامنا في الصورة يا أبطال. ثالثا الصيف. يحل فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو، فيطول النهار ويقصر الليل، ويتميز بالجو الحار. الخريف. يحل فصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي عندما تتعامد الشمس على دائرة الاستواء في 23 من سبتمبر، فيتساوى طول الليل والنهار، ويتميز بتساقط أوراق الأشجار واعتدال الحرارة. وهنا قيم نتعلمها، قيم أتعلمها أن أقدر عظمة الخالق وحكمته في اختلاف الليل والنهار الناتج عن حركة الأرض حول محورها. وأيضا قيم أتعلمها: لقد كانت لله عز وجل حكمة من تعاقب فصول السنة، فقد أدى ذلك إلى تنوع المناخ وبالتالي تنوع المحاصيل، وهذا التنوع نعمة من الله أنعم بها علينا. ملخص الهدف الثاني لدرسنا اليوم. لاحظ وأكمل. نستنتج من الشكل السابق أن فصل السنة أو فصول السنة يا أبطال عددها 4 فصول. تتمثل فصول السنة في فصل الشتاء ثم فصل الربيع ثم فصل الصيف ثم فصل الخريف. وأن يكون الجزء المقابل للشمس مضيئا فيكون نهارا. 2، أن يكون الجزء الغير مقابل للشمس مظلما فيكون ليلا.
الغلق البنائي للهدف الثاني. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. عندما تتعامد الشمس على مدار الجدي في 21 من سبتمبر، عفوا، في 21 من ديسمبر يحل فصل، هل الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف؟ معكم دقيقة للإجابة على السؤال يا أبطال. أحسنتم، في فصل الشتاء. إجابة صحيحة. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية: تدور الأرض حول الشمس مرة، يا أبطال، كل 365 يوما وربع اليوم. هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم، عبارة صحيحة. السؤال الثالث، أجب عما يأتي: يحل فصل الصيف نصف الكرة الأرضية الشمالي عندما تتعامد الشمس على، أحسنتم، مدار السرطان. ونأتي يا أبطال إلى الغلق الختامي لدرسنا اليوم. وقد تعلمنا في درسنا اليوم أن الأرض تدور حول محورها في اليوم مرة واحدة كل 24 ساعة، كذلك الأرض تدور حول الشمس مرة واحدة كل 365 يوما وربع اليوم. نلاحظ يا أبطال من الشكل التالي أن عدد فصول السنة 4، كما تتمثل فصول السنة في فصل الشتاء، ثم فصل الربيع، ثم فصل الصيف، ثم فصل الخريف. وأن يكون الجزء المقابل للشمس مضيئا فيكون نهارا، أن يكون الجزء الغير مقابل للشمس مظلما فيكون ليلا. ثم نأتي إلى الواجب المدرسي، الواجبات، الكتاب المدرسي، صفحة 26-27، حل السؤال 8 والـ9 والـ10، وحل التدريبات على الموقع الإلكتروني للمدرسة عن طريق التيمز يا أبطال. ونأتي لشهادة شكر وتقدير، حيث تشكر مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم الدراسات الاجتماعية، الطالب أسامة مهدي، وذلك لتفوقه الدراسي في مادة الدراسات الاجتماعية الأسبوع الماضي بتاريخ 5 إلى 9 من شهر 9 عام 2022، ومدرس المادة الأستاذ رمضان حسن عمار. وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى لقاء جديد مع أسرة الدراسات الاجتماعية.